اولا انا النهارده قلت اتكلم اعمل كليب كده عشان نفكر نفسنا بشويه حاجات كنا بنعملها على طول، وللظروف اللي حصلت دلوقتي مش عارفين نعملها. فنفكر نفسنا ان احنا، انا بقالي هنا يعني فوق 30 سنه، كل سنه احنا في الكنيسه عندنا بنعمل الفند ريزنج، سواء دينر او لانش، علشان مرتين في السنة بنعمل الحكاية دي، مرتين في السنة، مرة قبل الكريسماس ومرة قبل الإيستر، وعلشان نبعت الفلوس دي للناس المحتاجة في مصر. ودلوقتي مفيش ظروف أكتر من كده صعبة، كل الناس محتاجة سواء هنا أو هناك، بس ظروف اللي هناك أصعب بكتير للي بيحصل، والناس إنها مش قادرة تشتغل، والمحلات اللي قفلت، والناس اللي هي بتشتغل يوم بيومها، يعني هو بينزل يوم يطلع يوميته علشان في الاخر يجيب اكل ليه والعيال. فاحنا عايزين نفتكر الناس دي. احنا ما قدرناش نعمل حاجة السنة دي عشان الظروف اللي حصلت، وان الكنيسة ما بتزاولش اي نشاط دلوقتي، فالظروف اللي حاصلة ديت ما قدرناش نعمل حاجة. حتى كنا بنفكر نعمل اكل تو تيك اوت وما قدرناش نعمل الحكاية دي. قلنا لا قدر الله اي حد تعب، حتى جاله اي حاجة من بره من هنا، يبقى في شك ان ممكن يكون من هنا او من هنا، يبقى احسن حاجة علشان نطمن لكل شيء زي ما الكنيسة قالت، وان احنا مش هنعمل كده. بس في نفس الوقت انا قلت افكر الناس بالحاجات اللي في حاجات اتعملت قبل كده، ما ننساش. يا ريت الكنيسة عاملة على الويب سايت بتاعها، ممكن تعمل وتخش تدفع أي مبلغ أي حاجة للناس المحتاجة، إخواتنا اللي عنده ظروف في الأيام ديت. كلنا نفكر في بعض إن إحنا نساعد بعض إزاي. أشكركم جدا جدا، وإن شاء الله ما أكونش زي مثلا يعني أنت عملت تبرع بمبلغ معين أو كده، ابعت إيميل للكنيسة اللي بشوي علشان هو اللي بينظم الحكاية دي، يعرف الفلوس دي لإيه المبلغ.